تقوم مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر خلال أيام عيد الأضحى المبارك بوضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع 109 رؤوس بلدية وعشرة آلاف كيلو لحوم مجمدة على غير القادرين في مراكز وقرى ونجوع المحافظة، وبخاصة القرى الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية من الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة. نتابع تقرير الزميلة إيمان حسن. متميزة تقوم بها مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر ومؤسسات المجتمع المدني، تسهم دائما في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة، وذلك بتوزيع كميات من لحوم الأضاحي على المستحقين بكافة القرى والنجوع بالمحافظة. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر. طبعا احنا يعني في استعدادات مديرية التضامن الأقصر لعيد الأضحى المبارك، طبعا احنا طبعا الاستعداد عيد هو عيد اللحوم، فالاستعدادنا الرئيسي طبعا عن طريق المؤسسات والجمعيات الأهلية الكبيرة اللي عندنا بالتنسيق مع الجمعيات القاعدية أو الجمعيات في القرى، عن طريق توزيع كميات كبيره من لحوم الاضاحي بتصل لحوالي احنا حاليا حوالي 120 عجل فيما يعادل حوالي 30 طن لحمه، يتم توزيعها على اخواتنا المستفيدين او المستحقين من اسر تكافل وكرامه وغيرهم، لكل الاسر المستحقه داخل القرى. في كل مؤسسه او جمعيه اهليه قاعديه في داتا بالاسر المستحقه، بيانات لهم. طبعا الجمعيه والشباب المتطوع المتحمس والأقصر الجميل اللي بيشارك معانا في التوزيع عن طريق الجمعيات الاهليه اللي هو تابع ليها وعن طريق الجمعيات الكبيره اللي هي بتوزع اللحوم. فطبعا هو العيد فرحته عيد الاضحى في اللحوم، وخصوصا في ارتفاع اسعار اللحوم الحاليه. طبعا احنا بنبقى حريصين ان اللحوم توصل لمستحقيها، وبيتم ده كله تحت اشراف مدير التضامن الاقصر وإداراتها ووحدات الشؤون الاجتماعية المنتشرة ورؤساء أقسام الجمعيات بإدارات التضامن الاجتماعي، تبدأ من أسنل كله، الجورنا أرمانت، زنية الطوط، البياضية، كل أكسر، كل إداراتنا بتوزع فيها كميات لحوم للأسر المستحقة عن طريق الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعة لنا. يعني دي أكبر فرحة طبعا لينا، لأن العيد ده يعتبر عيد أضحى، عيد لحوم، فإحنا طبعا حريصين إن توزع فيه كمية كبيرة من اللحوم عن طريق المديرية وتحت إشرافنا، تحت إشراف المديرية. من محافظة الأقصر إيمان حسن.